أهلا وسهلا بكم بالدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا الرياضيات للمرحلة الخامسة، عدنا المحاضرة رقم 68، عدنا الموضوع خطة حل المسألة أنشأ قائمة منظمة. عدنا طبعا من هذا الموضوع الفكرة مالته أنه لازم ننشأ قائمة منظمة، راح نتعلمها عن طريق أتعلم. سجل رافد الألوان المفضلة لدى أصدقائه في الصف، فوجد أن 5 يفضلون اللون الأخضر، و3 يفضلون اللون الأبيض، و6 يفضلون اللون الأزرق. يريد ما زيادة عدد الذين يفضلون اللون الأزرق على الذين يفضلون اللون الأبيض. طبعا نمثل، وايضا مطلوب الثاني مثل البيانات على مستقيم بالنقاط المجمعة، طبعا اللي تعلمناها على المستقيم. اول شيء الخطوات الأربعة عندنا: افهم، اخطط، احل، اتحقق. راح نجي على اول شيء افهم. طبعا بافهم قلنا نعطي معطيات المساله اللي معطينا اياها بالمثال، هي الالوان المفضله بالصف لدى الاصدقاء رافد، وايضا نكتب المطلوب في المساله اللي يريد ما زياده عدد الذين يفضلون اللون الازرق على الذين يفضلون اللون الابيض، وايضا المطلوب الثاني مثل البيانات على مستقيم بالنقاط المجمعه. طبعا المرحلة الثانية أخطط، طبعا باستعمال قائمة المنظمة، ونفرغ البيانات على جدول طبعا من عمودين، وأيضا نمثلها على مستقيم. هاي التخطيط مالتنا. راح نجي على أحل. طبعا راح نكون قائمة، راح نسوي جدول بالألوان المفضلة، اللون والعدد. طبعا ناخذها من المثال، مطينا اللون الاخضر عددهم 5، والابيض اللي يفضلوها 3، والازرق يفضلوها 6. هسه راح نجي على زياده بالعدد الذي يفضلون اللون الازرق عن اللون الابيض، يعني 6. طبعا قلنا من يقول لنا بالسؤال ما زيادة، يعني مو جمع ناقص، يعني 6 ناقص 3 اللي يفضلون اللون الأزرق ناقص اللي يفضلون اللون الأبيض، 6 ناقص 3 يساوي لنا 3. هذا أول مطلب كملناه. راح نجي على المطلب الثاني اللي هو يريد نمثله بالمستقيم بالنقاط المجمعة. راح نجي نرسم مستقيم ونخلي ألوان الأزرق والأبيض والأخضر، وراح نجي واحد واحد. قلنا بالجدول الأخضر 5، إذا نخلي على الأخضر 5 أكسات، والأبيض 3 بالجدول، إذا نخلي 3 أكسات واحدة فوق الأخرى، وأيضا الأزرق اللي هو 6 راح نخلي 6 أكسات واحدة فوق الأخرى. هذا حلنا بالضبط. وعدنا أتحقق. طبعا شلون أتحقق؟ راح نجمع التحقيق، نجمع الناتج اللي طلعنا 3، نجمعها زائد اللي يفضلون اللون الأبيض هو 3، إذا عكس الإشارة، 3 زائد 3 طلع لنا 6، إذا جوابنا صحيح. راح نجي على المسائل، عندنا طبعا صفحة 193. أول مسألة قايل لنا تقطع سيارة 8 كيلومتر كل 10 دقائق، كون جدول يمثل البيانات لتحديد الزمن اللازم لقطع السيارة مسافة 40 كيلومتر. هو قايل لنا بثمانية كيلومتر يقطعها بعشر دقائق، إذا 40 كيلومتر بشقد يقطعها؟ طبعا نسويها لازم جدول. راح نسوي الجدول، نكتب المسافة ونكتب الوقت. 8 كيلومتر يقطعها بعشر دقائق، هاي هو بالسؤال قايل لنا إياها. راح نقول ضعف الثمانية هي 16 كيلومتر. الثمانية إذا 16 كيلومتر، إذا ب20 دقيقة يكملها، صح لو لا؟ إذا 24 كيلومتر، إذا 24 كيلومتر كم دقيقة؟ 30 دقيقة. إذا 32 كيلومتر 40 دقيقة. إذا 40 كيلومتر، إذا 50 دقيقة. صح لو لا؟ زيدناها 10 دقائق، لأنه دنزيد المسافات 8 8، زيدنا أول شيء هي 8 كيلومتر، زيدناها 8 صارت 16، فنزيد الدقائق 10 10. زيدنا 16 8 صارت 24 كيلومتر، إذا الدقائق نزيدها 10 فوق 20 30 دقيقة.
زيدنا ال 24 كيلو متر المسافة، أيضا 8 كيلو متر، صارت لنا 32 كيلو متر، نزيد الدقائق الوقت 10 دقائق أيضا 40 دقيقة. هو طالبها 40 كيلو متر، إذا زاد تمشي بمسافة 50 دقيقة. هذا سؤال الأول. رح نجي على السؤال الثاني. يستهلك مولد كهربائي 5 لترات من الوقود لمدة ساعتين. كون جدول يبين استهلاك المولد من الوقود إذا عمل مدة 5 ساعات يريد. إحنا قايلنا هو أيضا نسوي جدول ساعة ولتر. قايلنا 2 ساعة يصرف 5 لتر. إذا 4 ساعات زيدناها ساعتين، إذا رح يصير 10 لتر، صح لو لا؟ إذا 5 ساعات ما زيدناها ساعتين هنا، ننتبه، زيدناها ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة فقط، هنا ساعتين 5 لترات، الساعة الواحدة شقد يعني؟ معناها 2.5، صح لو لا؟ الساعة الواحدة هاي ساعتين 5، نصها، إذا 2.5. هنا من زيدنا ساعة واحدة ماما نزيد فقط اللتر أبو فوق العشرة 2.5، إذا 12.5 لتر يصير، 12.5 لتر. ما زيدنا ساعتين، أول شي زيدنا ساعتين بس، الخمسة زيدناها ساعة واحدة فقط، إذا ما نضيف أيضا 5 اللخ، لا نضيف نص الخمسة اللي هي 2.5، لأنه بالساعة الواحدة 2.5 لتر، بالساعتين 5 لتر، إذا إحنا ضفنا بس ساعة واحدة تصير فوق العشرة لتر 12.5 لتر. راح نجي على السؤال الثالث. يبين الجدول المجاور أعمار عدد من التلاميذ. طبعا مطينا إياها بجدول لأعمار كلها مختلفة. كون قائمة بأعداد التلاميذ وأعمارهم يريد، ومثل البيانات بالنقاط المجمعة. يريدها أول شيء هذه هي الأعمار، راح نمثلها بالنقاط المجمعة وبعدين المطلب الثاني. طبعا بالنقاط المجمعة راح نجي نسوي المستقيم اللي تعلمناه، ونخلي الأعمار من أقل عمر نشوفه بالجدول هو 9، وأيضا عندنا 10، وعندنا 11، وعندنا 12، وعندنا 13. راح أجي أرتبها على المستقيم 9 10 11 12 13. هسا نجي على التسعة نشوف كم واحد تسعة أعمارهم نعدها ماما. راح نشوف عددهم 1 2 3 4 5 6. إذن راح نجي نخلي 6 أكسات، واحدة فوق اللوخ على رقم 9. راح نجي على رقم 10 أيضا نشاهد كم 10 عندنا، 3 عشرات، إذن نخلي 3 أكسات واحدة فوق اللوخ. والدعش أيضا نشوفها بالجدول طلعت لنا 4 أكسات واحدة فوق اللوخ. وال12 طلعوا 3 عددهم، نخلي 3 أكسات. وال13 طلعوا 4 عددهم بالجدول، إذا نخلي فوق ال13 4 أكسات. هذا أول مطلب اللي قال لي يريد مثل البيانات بالنقاط المجمعة. راح نجي على المطلب الثاني، جد الوسط الحسابي لأعمار التلاميذ. طبعا راح نجي نجد الوسط الحسابي، نقول الوسط الحسابي يساوي، راح نجي 9 في كم اكس في 6، زائد 10 كم اكس في 3، زائد 11 في 4 اكسات، زائد 12 في 3 اكسات، زائد 13 في كم اكس 4، على طبعا نعدهم كم واحد 20 على 20 عددها على 20. راح نجي نضرب 9 في 6 54 و30 و44 36 52. ورا ما نجمعها كلها راح تطلع تساوي لنا 216 على 20. طبعا نجي نقسمه راح يصير 10 عدد صحيح و8 جزء من 10، ورا التقسيم قسمة طويلة او اختصار. راح نجي على سؤال يريد جد وراها نفس السؤال، جد المدى والمنوال والوسط لأعمار التلاميذ. راح نجد المدى والمنوال. المدى طبعا قلنا أكبر قيمة ناقص أقل قيمة هي أكبر، يعني أكبر عمر هو 13 ناقص 9 يساوي لنا 4. المنوال أكثر شيء متكرر من البيانات هو 9.
الوسيط ما أطلعه إذا ما أرتبه بشكل الترتيب، لازم أرتبه تصاعدي من الصغير للكبير، نبدي بالتسعات وبعدين العشرات عددها، بعدين الدعش عددها، بعدين الاثناعش والثلاثعش. هسه راح نجي إذا جمعنا، إذا ضمينا ماما راح نضم طبعا، لازم نضم 8 × 8 لأنه هو 20، فراح يطلع لي العدد 11 × 11. إذا عدد زوجي قلنا ناخذ العددين الوسطيين 11 + 11 على 2، ما طول عدد زوجي راح يصير 22 على 2 وتساوي 11. قلنا فقط بالأعداد الزوجية نأخذ العددين الوسطية ونقسمها على 2. لو فردي ماما جاينا عدد البيانات فقط نأخذ الرقم بالوسط البقان. راح نجي هسه على سؤال الأخير الرابع. الكتب المباعة من أحد المكتبات في 4 أيام مبينة بالشكل، طبعا مطينا التكرار مالته بالرسم. كون قائمة بأعداد الكتب المباعة عن طريق الرسم، راح نكون الجدول. عندنا الأيام وعدد الكتب مطينا هو بالرسم. السبت نشوف وش قد عدد كتبها، 5، إذا السبت عدد الكتب 5. الأحد إيش قد بالرسم مطينا، 10، إذا الأحد 10. الاثنين إيش قد مطينا، 15. الثلاثاء شوفوا هو أقل من 20، إذن 18. إذن 18. هذا الجدول سويناه ماما، المطلب الأول. رح نجي المطلب الثاني، ما متوسط عدد الكتب المباعة في يوم الاثنين. يريد متوسط الكتب المباعة في يوم الاثنين، هو بطلعيها بالرسم مباشرة تبين الاثنين هي عدد الكتب في يوم الاثنين تساوي 15. هذا الفصل مع الدرس مع الخطة حل المسألة.